111 سنة. الأهل بات المصريين كلهم وباتنا احنا بالذات. فمحمد كانت بداية نشأته وكان حلمه ان هو يبقى في الأهل. كان حلم كان متهيأله ان هو مش هيقدر يطوله خالص. وأول ما راح الألمونيوم وربنا كرمه كابتن حسن شحاتة خده في الناشئين منتخب الناشئين. قال أول خطوة إن أقدر أروح النادي الأهلي. فربنا استجاب له على طول واتنقل على طول وكانت قريبة، كان الحلم قريب. ورغم انه لعب شويه قليلين في الاهلي بس الحمد لله يعني ربنا كرم وكان ليه بصمه والحمد لله حقق اللي هو كان في باله. بس يعني القدر بقى ما امهلوش انه يطول. كان يعني كان ما قدرش يصل انه الاول يروح الاهل على طول، ما قدرش. فهو قلنا له خدها خطوه خطوه. فلما راح الالومنيوم وجيت نقل لإنبي استعارته والنادي الاماراتي. فلما جه الأهل استعاره ما بقاش بقى يعني حتى في الاحتراف والحاجات دي كانت بتجيله العروض وتجيله وناس تكلمه يقول لهم لا، لما احط قدمي جامد في الأهل علشان اقدر حتى لو طلعت أرجع برضو على الأهلي. ومن شدة حبه في الأهلي كان يعني كان مفضله عن أي نادي، عن أي نادي بره كمان. والله هو كان بيحب الناس كلها، بس هو كان يعني كان فيه ناس معينة كده كان يقعد يكلمنا عليها. كان يعني كابتن أبو تريكة وكابتن عماد وكابتن، يعني هو كان بيحبهم كلهم. يكلمني بقى ويقول لي ما تبطليش بقى دعاء، طول ما انا بلعب ما تبطليش دعاء. كان اول ما يطلع بقى يكلمني برضه ومبارك له، وكان بقى الفرحه ما تبقاش سايعاه. وساعات يجي هنا بقى نبقى فرحانين كلنا، يعني بتبقى كلنا فرحانين. الأهلي يا ريت مصر كلها تبقى الأهلي. لو مصر كلها تنضبط وجميع الإدارات تبقى محترمة زي إدارة الأهلي ونقدر نضبط مصر زي الأهلي وزي مشي الأهلي، إحنا كنا نبقى من أعظم الأمم. اتعلم يعني إن هو يبقى منضبط، وتعلم ان هو يعني كل الصفات اللي هو كان عنده صفات كتيره حلوه، بس هم كمان علموه برضو حاجات كتيره، كان حاجات كتيره برضو
اللي كان ناقص محمد يتعلمه برضه في النادي الأهلي. الأهلي بالنسبة لمحمد كان بيته وروحه وعمله وحبه وكل حاجة ليه، برضه احنا كده وتعلقنا بيه أكتر من شدة حب محمد، وكمان عشان راح محمد طلعت في الأهلي. هي كانت كل المطوشة كان بيبقى العصبية وكنا نخليه يعني كنا نقعد نهدي فيه وكده ولازم تمسك نفسك ولازم وكنا يعني وهو كان بيبقى يعني كان بيبقى مرتبك وبيبقى كان كل ماتش بيبقى يعني ما بيتهونش فيه، كان كل ماتش بنفس الجدية وبنفس الحماس وبنفس الروح لحد ما يلعب الماتش. أنا بهني الأول كابتن الخطيب على فوزه وأنا من محبين كابتن الخطيب وكنت متابع الانتخابات والحاجات دي يعني، وفرحنا فعلا بفوزه وبهنيه جدا، وهو الأهلي معاه هيبقى من نجاح لنجاح إن شاء الله، وجميع الإدارة كلها والناس اللي في النادي الأهلي كلها وكابتن حسام وكابتن سيد عبد الحفيظ حبيبي. الكابتن سيد دي ده قطعة جميلة في النادي الأهلي، وكابتن حسام وجميع الكباتن كله فريق النادي الأهلي الفريق العظيم اللي ما بينساش أمهم برضه، هم بعتولي هدية عيد الأم الفريق مع كابتن الجميل السيد عبد الحفيظ جابها لي لحد هنا، وأنا عمري ما هنسى النادي الأهلي وروح محمد في النادي الأهلي وروحي معاه.